والاستعدادات هنا، ففي الصباح يعني من 9 الصباح ل 12 تيكون عندنا الاستعدادات البدنية، يعني تيحاولوا يركزوا لنا على يعني مساحة الجزاء وضربات الأخطاء والتموضع. وبالنسبة للحصة المسائية تبدأ مع 3 تتسالي مع 6، تيكون فيها تنكونوا في القاعة تناخدوا دروس تطبيقية ونظرية، يعني تناقشوا بعض الحالات التحكيمية باش يكون توحيد القرارات. بالنسبة للاختيار ديالي لتمثيل المغرب، يعني شرف كبير ليا، نتمنى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين ونمثل يعني السفارة المغربية والعربية والإفريقية أحسن تمثيل، وإن شاء الله نكونوا يعني نبقاو حتى الأدوار النهائية إن شاء الله نوزو الملاء ديالي. Thank you.